ما بقدرش يعني اجاوب على السؤال ده ابدا، لاني لازم احب قوي واتوحد مع الشخصيه عشان اقدمها، عشان اقدمها بصدق واخلاص. فكل شخصيه بالنسبه لي كانت احلى شخصيه، وكانت كل شخصيه بالنسبه لي اصعب شخصيه، علشان انا ما بحبش ادخل مستهتره، ما بحبش ادخل مستسهله، يعني الموضوع سهل، لا دايما بتعامل على انه ده دور صعب جدا ولازم اصعبه زياده علشان يتحداني واقدم من خلاله حاجه جديده. طول الوقت عايزه حاجات تستفز طاقتي واقدم شيء مختلف للناس. فكل عمل بدخله بعتبره أصعب عمل، بس طبعا الأصعب على الإطلاق إن أنا صور ثلاثة مع بعض، ده كان ضرب من ضروب الجنان. وحاولت على قد ما أقدر أخلص وأذاكر وأجتهد وأبقى حقيقية، فكان ده منهك وجي على أعصابي وصحتي ومشاعري وكل حاجة يعني، بس استمتعت.